واش هذا النظام واش جبلنا ما معنى جبايته، واش جبلنا هذا النظام من جديد، واش غادي يحقق لنا في الاجل القريبه وفي الاجل البعيده. هل ممكن هذا يخدم ممكن في ضريبه واحده ولا يخدم العون تاع الضرائب او يخدمنا في زوج؟ وهل يضفي نوع من الشفافيه للمكلف الضريبه؟ معناه ان ما يوليش نقولها في صريح العباره ما يوليش على ميرسي دو اكس ولا ايغرا، يعني ممكن الولوج الى الملف تاعه والاطلاع على الوقايات الموجوده في الملف تاعه ويحصل على الوثائق تاعه ويقول لها لا ولي لي بعد 3 ايام ولا واحد لي بعد 4 ايام ولا بغيت نديرها لك صوالحك وما كاش عندي له. اذا هذا غادي نطرقوا له في اطار هذا الشرح. اذا اول حاجه نعرفوا هذه التقنيه المعلوماتيه.